وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق العامر. مساء الخير أستاذ طارق. كما أشار البيان السعودي فإن الرياض تؤكد رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها. السعودية أقوى، مؤكدة أن المملكة حكومة وشعبا ثابتة وعزيزة كعادتها مهما كانت الظروف. ماذا تقول في حقيقة أن أي ضغوط لن تؤثر بالسعودية، لأنها وهذه حقيقة وواقع، السعودية قوة إقليمية ذات نفوذ وتأثير، وتعتمد على قوتها الذاتية أيضا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. مساء الخير ليك أولا والمشاهدين الكرام. طبعا احنا يعني لما نتكلم عن السعودية لا نتكلم عن دولة ليست ذات هوية أو دول مثل ما يقولون كرتونين، تتكلم عن قوة إقليمية بالفعل، قوة اقتصادية، قوة دولية، قوة تحسب لها ألف حساب، سواء اقتصاديا سياسيا عسكريا. وبالتالي علاوة على ذلك السعودية صمام أمان العالمين العربي والإسلامي، بلاد الحرمين، مهبط الوحي، قبلة المسلمين، ومنها خرج الرسول عليه الصلاة والسلام. فالاستفزاز السعودية أو محاولة الضغط على السعودية هو استفزاز وضغط على 1.5 مليار مسلم. هؤلاء لا يمكن ولا ومن المحال القبول بأي محاولة المساس بالسعودية، والعواقب ستكون وخيمة، ليس على 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 السعودية أو من يحرضها، على العالم بأكمله. وبالتالي العقلاء هنا لابد أن يتعاملون مع حقيقة واقعية. الآن في تحقيقات، التحقيقات لم تنتهي، يعني الاتهامات التي وزعت والتي ثبتت، وكأن السعودية أكثر دولة من مصلحتها الآن تطلع الحقيقة. لأن أولا هذا الخاشقجي مواطن سعودي، هي مسؤولة عنه. ثانيا علاوة على ذلك السعودية ليس في حل لتبرئة نفسها، لأن هي بالفعل بريئة. لا يوجد في تاريخ السعودية اغتيالات سياسية، اغتيالات سياسية مشهورة بها دول أخرى. أما السعودية فهي لا تتعامل مع معارضيها أو من يختلف معها بنوع من التصفيات الجسدية أو حتى السجون. ومن ثم الكلام عن عقوبات تصدر، عقوبات سياسية أو عقوبات عسكرية أو عقوبات مش عارف شنو، هذه أنا أتصور أنها هي محاولة الضغط ولن تأتي ثمارها، بل على العكس ستفشل، وسيفشلها كل الشعوب الحرة التي لا تنسى للسعودية مواقفها مع كل قضايا الأمن من فلسطين، بدءا من ما يسمى بالربيع العربي والذي عصف بمصر وكاد أن يعصف بالبحرين وسوريا وليبيا واليمن والعراق. نتكلم عن تاريخ من المناصرة السعودية لقضايا مصيرية للشعوب العربية. الشعوب العربية اليوم لما تنتفض على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الصحف تنتفض، ليس يعني أرفض ما يسمى رد الجميل، ليس بأن الشقاء رد الجميل، لكن نعم هي وقفة مع الحق. كيان هو يعتبر رمانة الميزان، السعودية رمانة الميزان في الوطن العربي والوطن الإسلامي. نعم. لا قدر الله المساس بها انتهينا. وهذا ما أنا أرجع وأقول، مؤامرة ما يسمى بالربيع العربي لم تنتهي، فصلها الثاني يبدأ الآن من السعودية. ولذلك على الجميع أن يحتاط، هناك مستفيدين من عملية ما يحدث الآن، هناك ناس وجهوا الاتهامات للسعودية وأيضا قالوا أن خاشقجي قتل وكأنهم يعرفون من القاتل، حتى التلفزيونية، دول مسؤولين. للأسف يعني اختفاء إلى الآن. نحن نقول أو العاقل يقول أن خاشقجي في طور الاختفاء. نعم، اكتملت الفكرة الأستاذ طارق العامر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.